بينما تتسارع وتيرة الإجراءات لاحتواء وباء يتمدد في دول العالم أجمع، دخلت تقييدات حرية التنقل حيز التنفيذ، بعضها يوجد صعوبة في تطبيقه، فبعض المواطنين يشقون الالتزام به بطرق التفافية وبإجراءات مقابلة. وفي المقابل تبقى حرية التنقل حكراً على السياسيين الإسرائيليين، حيث ينجح بعضهم في إثارة الأجواء الدراماتيكية وفي شق الصفوف. فتحالف كحول لافان بعد 3 جولات من النجومية يتفكك، حتى بات موضوع الانشقاقات أزمة فاعلة في البلاد، ما بين شق الالتزامات بالحجر الصحي وشق نتنياهو صفوف كحول لافان. نشق طريقنا إلى جولة بانورامية جديدة، أهلا بكم وإلى عناوين الحلقة. أزمة كورونا، تصاعد متسارع في اليوم الأول من التقييدات الجديدة، ومسؤول يكشف عن نقص كبير في أجهزة التنفس في الجهاز الصحي. فيروس كورونا بات يحجز ثلث سكان العالم في بيوتهم، وفي البلاد يدفع ذلك إلى ارتفاع حالات العنف داخل الأسرة. نتنياهو يشق تحالف كحول لافان، واتفاق أولي يلوح في الأفق مع غانتس لتشكيل حكومة وحدة. أهلا بكم من جديد. نبدأ بانوراما بأهم العناوين الواردة من غرفة الأخبار. شهد تحالف كحول لافان أزمة داخلية على خلفية تصويت الهيئة العامة للكنيسة على انتخاب رئيس جديد لها، بعد أن رفض يائير لابيد ترشيح بني غانتس لمنصب رئيس الكنيسة. هذا وأكد حزب يش عتيد بمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الكنيسة، كما وطلب رسميا الانفصال عن تحالف كحول لافان، فيما أعلن تكتل اليمين الذي يقوده بنيامين نتنياهو عن التراجع عن قرارهم بمقاطعة جلسة الهيئة العامة للكنيسة، وسيشاركون في التصويت على منصب رئيس الكنيسة. لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفرض الإغلاق الشامل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، عقب تسارع وتيرة انتقال العدوى في البلاد بعد أن تم تسجيل أكثر من 2500 حالة وثماني وفيات. وحذر نتنياهو من إهمال التعليمات الجديدة وعدم الانصياع لها، وشدد على أنه لا مفر من فرض الإغلاق الكامل باستثناء الاحتياجات الضرورية مثل الغذاء والأدوية، فيما تواصل الحكومة بحث تشديد الإجراءات لاحقا. يبدأ العمل وفق التوقيت الصيفي في البلاد عند الساعة 2 يوم غد الجمعة الموافق 27 من آذار الحالي، وسينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في 25 من تشرين الأول. وقد أعلنت سلطة إسرائيل ديجيتالي أن موعد الانتقال للتوقيت الصيفي معرف بشكل ثابت في أنظمة الخوادم والحواسيب والهواتف النقالة. يذكر أن وزير الداخلية أرييه أدرعي كان قد أوصى بتأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي إلى الأول من أيار من أجل تقليص ساعات الضوء، وبذلك تقليل عدد المواطنين الذين يخرجون إلى الشوارع على ضوء انتشار فيروس كورونا. وإلى ملفنا الأول، فمع تفاقم أزمة كورونا في العالم، تصاعدت وتيرة الإجراءات الاحترازية والتقييدات الجديدة لإلزام المواطنين منازلهم من أجل احتواء تفشي فيروس كوفيد-19. وطالت هذه الأزمة القطاع الصحي من نقص في الأدوية وفي أجهزة التنفس وغيرها من المعدات الطبية. وقامت إسرائيل بوضع خطة لمواجهة النقص في المعدات الطبية في المستشفيات الإسرائيلية، حيث أعلنت عن إقامة طاقم يرأسه رئيس الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي، وستكون مهمة الطاقم القيام بحملات خاصة لشراء معدات طبية من جميع أنحاء العالم. هذا وتقوم إسرائيل بالتشديد من إجراءاتها لاحتواء تفشي الفيروس، طارحة التساؤلات حول مدى التزام المواطنين بالتعليمات. بعد التشديدات الاحترازية التي دخلت إلى حيز التنفيذ منذ ليلة أمس، وتصعيد الإغلاق الكامل على كافة البلدات والمدن بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، بدأت الشرطة الإسرائيلية بتكثيف انتشارها
وإقامة حواجز على بعض البلدات تطبيقاً لقرارات الحكومة الإسرائيلية التي تنص على الخروج فقط في حالات الطوارئ. قوانين بحال الطوارئ أنه تكون الشرطة وجنود في الشوارع العربية، فأنا توجهت أنه بدناش بدون الجنود في الشوارع العربية بيكون حساس، فقط بيكونوا شرطة في الشوارع العربية. وهذا الإشي اللي بدنا نتوجه للمواطن، أنه إحنا بدي المواطن يفهمنا أحسن من أنه نروح ننطي المخالفات. ما بدنا ننطي مخالفات، بدنا المواطن يتفاهم. فأنا بتوجه لكل المواطنين، وأنا ببالغش إذا بحكي أنه إحنا موجودين في فترة حرب ضد عدو اللي لحديت أسا من الصعوبة ننتصر عليه. بننتصر عليه بشرط واحد ووحيد، نقوم بكل التعليمات اللي ننطيها للمواطن يقوم بها. الاجتماعات الزايدة بلاش تكون. قيود فرضتها الحكومة الإسرائيلية بدأ تنفيذها بدعم من المجالس والبلديات العربية والشرطة، بهدف فرض حظر التجول وإلزام المواطنين بالبقاء في بيوتهم وإغلاق كافة المحال غير الحيوية والالتزام بالتعليمات بهدف الحد من انتشار الفيروس وتفشيه. لجنة المتابعة مع السلطات المحلية اللي هو أول بأول، إحنا بنأخذ كمان من لجنة المتابعة كل المجالس والبلديات، عنا في جروب لكل المجالس والبلديات، وطبعا بنستقي المعلومات منهن والتوجيهات اللي هي إذا إحنا ما وصلتناش مباشرة توصلنا منهن، من اللجنة القطرية ومن لجنة المتابعة. هذا هو التنسيق اللي مع كل المجالس في الداخل. يعني بيكون إحنا الهدف تبعنا إنه المواطنين يكون عندهم إطاعة شخصية، ففيش عندنا أمل هدف إنه نحط على كل بيت شرطي إنه يحرسه. بدنا البيت يحرس حاله، البيت يهتم، يظلوا بالبيت، بقاهن في البيوت محافظة على حياتهم. انتشار سريع ومخيف لفيروس الكورونا وصل بتسجيل 8 حالات وفاة في البلاد حتى اللحظة، حول الشوارع إلى فارغة من المواطنين الذين يلتزمون بالتقييدات التي من المتوقع أن تتصاعد إذا ما استمر الفيروس بالانتشار بهذا الشكل المرعب. ولرصد آخر المستجدات ينضم إلينا شبكة مراسلين من الميدان. أهلا بكم ياسر العقبي من النقب، وأيضا ماجد دانيال من حيفا، وأهلا بك أمير عباس معنا من كفر كنا. نبدأ من عندك أمير عباس، صف لنا وضع الشارع عندك في كفر كنا. نعم، مساء الخير لك مرام ولكافة المشاهدين. ننضم إليكم من كفر كنا في الجليل. حتى الآن حسب بيان رسمي أصدرته وزارة الصحة أخيرا، وصل عدد الإصابات في البلاد إلى 2666 حالة إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا، من ضمنها 39 حالة وصفت بالخطيرة، وارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 8 حالات، أي 3 حالات أضيفت اليوم إلى قائمة الوفيات. وأيضا في المجتمع العربي هناك تسارع وتصاعد لعدد المصابين بالفيروس، حيث سجلت اليوم في مدينة أم الفحم في المثلث إصابة أولى هناك، وأيضا في بقعاثة أضيفت إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين في بقعاثة في الجولان السوري المحتل إلى 2، وأيضا في مدينة طمرة في الجليل سجلت حالة جديدة هناك ليرتفع العدد إلى 3 إصابات في مدينة طمرة. واليوم خلال تجوالنا في القرى والبلدات العربية هنا في منطقة الناصرة، كان هناك التزام شبه كامل بكافة التقييدات والتعليمات لوزارة الصحة، وأيضا لاحظنا انتشار مكثف نوعا ما للشرطة الإسرائيلية التي قامت بالتجول وتحرير أيضا المخالفات للمخترقين لمخترقي التعليمات، وأيضا سجلت بعض المخالفات لأصحاب المحال الذين لم يلتزموا بهذه التعليمات. طبعا الشرطة تدعي أنها الهدف ليس تحرير المخالفات، إنما نشر الوعي والالتزام بالتعليمات والتقييدات لكافة المواطنين. إلى هنا نعود إليكم في الاستوديو مرام. نعم، شكرا لك جزيل الشكر أمير عباس. يعني هناك التزام في الجليل، ماذا عن النقب ياسر العقبي؟ صف لنا الوضع في النقب، هل هناك التزام من قبل المواطنين بالإجراءات التي تم اتخاذها؟
مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. حقيقة قبل أن نصف الوضع في النقب، دعينا نحدث عدد الإصابات في النقب. ارتفاع مقلق إلى 5 حالات إصابة بالكورونا في المجتمع العربي في النقب خلال الساعات الأخيرة. ارتفع عدد الإصابات إلى 5 حالات. لم نتلقى تحديث رسمي من وزارة الصحة، ولكن رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب الدكتور نعيم أبو فريحة أخبرنا قبل قليل أنه يعتقد أن هناك العشرات من الإصابات بمرض الكورونا في المجتمع العربي في النقب، ولكنه لم يتم تشخيصهم حتى هذه اللحظات. هذه هي آخر المستجدات بالنسبة لقضية مرض الكورونا. للأسف الشديد لا يوجد أي اهتمام، وهناك لا مبالاة خاصة في صفوف الشباب في المجتمع العربي في النقب. ليس كلهم طبعا، ولكن هناك عدد كبير من عداء اللامبالاة والاستهتار في لدى الشباب. يبدو أن تحرك الشرطة في الساعات الأخيرة في البلدات العربية في النقب قام بوقف هذه الظاهرة، ظاهرة التجمعات وتجمهر والدخول إلى أماكن عامة والجلوس معا، وكذلك ما يسمى المقاهي السرية، ظاهرة المقاهي السرية التي يقوم الأشخاص بالاتصال بصاحب مقهى والدخول من باب سري إليه. هذه هي حقيقة ظاهرة مقلقة جدا، علما أن الأراجيل والمقاهي هي أحد أسباب تفشي وباء الكورونا. حقيقة يعني نحن اليوم تجولنا في منطقة السوق البلدي وكذلك في منطقة تل السبع، هناك حالة من الهلع والخوف في صفوف العديد من المواطنين، والانتظار هو سيد الموقف. ولكن في المحصلة في مدينة بئر السبع على سبيل المثال الحركة ضئيلة جدا، رغم أننا نتحدث عن مدينة عدد سكانها أكثر من 220 ألف نسمة، وفي نهاية الأمر وصلنا إلى السوق البلدي، هناك حركة ضئيلة جدا. المحلات التجارية بغالبيتها مغلقة، نحو 90% من المحلات التجارية مغلقة، ويبقى فقط المحلات التجارية التي تزود السكان بالمؤن بواسطة طبعا دعوة أو ما يسمى بمبعوث خاص من قبل هؤلاء إلى بيوت السكان. في المناطق العربية هناك حالات معينة من نقل الغذاء إلى بيوت السكان، ولكن هذا طبعا بتزامنا مع فتح مركز الطوارئ بمدينة رهط وفي بلدات أخرى. كان هناك اجتماع اليوم في بلدية رهط من أجل تنسيق العمل معا لكافة المؤسسات الرسمية من خلال بلدية رهط، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني من أجل يعني نقل الأغذية والمؤن والأدوية خاصة إلى من يطلب ذلك من سكان مدينة رهط وضواحيها. نحن نتحدث عن تقريبا أكثر من 85 ألف نسمة في مدينة رهط وضواحيها، وبالتالي عدد المتطوعين الذي تسجل حتى هذه اللحظات يصل إلى أكثر من 65 شخصا. وفي النهاية هي المطلب هو الوصول أكبر عدد ممكن من المتطوعين من الشباب خاصة إلى لنقل المؤن إلى نحن نقدر ونثمن كل هذه الجهود، ونطلب من أهالي النقب بالبقاء في منازلهم كي نحميهم وكي نحتوي فيروس كورونا وتفشيه، كما نطلب من جميع المواطنين من منبر بانوراما. شكرا لك ياسر العقبي، كنت معنا من النقب. وننتقل إلى مجد دانيال مراسلنا من حيفا. أهلا وسهلا بك مجد. مجد، حدثنا عن الأجواء عندك، أرى أن الشارع خال نوعا ما وراءك.
نعم، مساء الخير لك مرام ولكافة المشاهدين. يعني نحن نتواجد الآن في حي الألمانية في مدينة حيفا، هذا الحي الذي عادة ما كان يعج بالسياح والمواطنين، يعني وهذا الحي الذي يشتهر بالمطاعم والمقاهي خاصة اليوم، يعني ليلة الخميس كما ترونه الآن فارغ كليا، يعني إلا من بعض السيارات التي تذهب من المركبات التي تمر من هنا وهناك، ولكن لا يعني يوجد حركة، لا يوجد أي مكان مفتوح هنا، يعني الجميع طبعا ملتزم بتعليمات وزارة الصحة وبتعليمات يعني الحجر، بتعليمات الإغلاق، يعني إلا طبعا في حالات الضرورة. بطبيعة الحال أيضا جميع المدن والقرى العربية ملتزمة بالتعليمات الأخيرة وبتعليمات الحجر في البيوت والدخول في البيوت. وإذا نظرنا إلى صورة الوضع في المجتمع العربي عامة، نحن نتحدث عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى قرابة 18 حالة في مختلف المدن والبلدات العربية، نذكر منها يعني وصل عدد الحالات في طمرة إلى 3 حالات، كان يعني حالتين لمن هم أخوين عادة من إسطنبول، وبعد ذلك اكتشف بأن والدتهما أيضا قد انتقلت إليها العدوى. في أم الفحم من عاد أيضا من خارج البلاد ولكنه لم يدخل أم الفحم، فهو ذهب مباشرة إلى الحجر المنزلي، لذلك لا يوجد هناك يعني قلق في أم الفحم من أنه قد اختلط بمواطنين من المدينة. أيضا إجراءات معينة اتخذت في قرى ومدن عربية، على سبيل المثال في باقة الغربية فقد اتخذ قرار المجلس البلدي بإغلاق البلدة بشكل يعني بخطوة تصعيدية دعنا نقول، ويمنع من يدخل ومن يخرج إلا بموافقة، من لديه موافقة بالذهاب إلى عمل حيوي يعني أو لأمور ضرورية جدا فقط يمكن الخروج والدخول إلى البلدة. أيضا نحن نتحدث عن يعني الطلاب العرب، يعني هذه ما زالت الجهود مستمرة لإعادتهم إلى البلاد. مؤخرا أيضا يعني قبل ساعة أو ساعتين يعني أبلغنا بأنه سيتم إعادة 200 طالب من الأردن إلى البلاد. يعني نحن نتحدث أيضا عن آلاف المواطنين ما زالوا يتواجدون أيضا في الحجر الصحي، ولذلك من المتوقع يعني وللأسف نقول ذلك بأن الأعداد سوف تزداد مع الأيام القريبة داخل أيضا المجتمع العربي، ولكن من المهم التنويه، وهذا أيضا ما يعني صرح به النائب يوسف جبارين عن القائمة المشتركة، بأنه من الضروري أن يتم افتتاح المزيد من مراكز الفحوصات في المجتمع العربي. حتى الآن نحن لا نرى بأن هناك جهد يعني كما يجب في هذا المكان، يعني بأن يتم بذل المزيد من الجهود والطاقات لإجراء المزيد من الفحوصات داخل المجتمع العربي. ويعني لربما يعني هنا الخوف يعني من أن الأعداد القليلة في المجتمع العربي هي ليست إلا بسبب عدم وجود فحوصات كما يجب، لذلك يعني المؤسسات المجتمع المدني وأعضاء الكنيسة العربي يطالبون بافتتاح هذه المراكز. نتمنى الاستجابة لمطالبهم. شكرا جزيلا لك مراسلنا مجد دانيال، كنت معنا من حيفا. ولنتوسع أكثر في موضوع كورونا واستعدادات وزارة الصحة الإسرائيلية، معنا مباشرة دكتور رامي غريفات المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية. أهلا بك دكتور رامي. أهلا وسهلا. مع الارتفاع المتواصل لفيروس كورونا يحتدم النقاش حول جهوزية الجهاز الصحي، حدثنا عن جهوزية الجهاز الصحي في وزارة الصحة الإسرائيلية. الجهوزية تتعلق بعدة مجالات. عندنا المجال الوقائي وهو كل ما يتعلق بدوائر الصحة في مختلف أنحاء البلاد، وهي التي هي المسؤولة عن تعقب كل الحالات الإصابة وفحص من هم الأشخاص الذين كانوا بقربهم ليدخلوهم إلى الحجر الصحي. هناك طبعا تجهز على صعيد العيادات وصناديق المرضى وكفوت حليم، وأيضا المستشفيات، وأيضا المختبرات، وأيضا من ناحية الطاقم يعني الطبية
منعت من السفر إلى الخارج منذ بداية الوباء. وهناك أيضا عمل على شراء المعدات والمواد المطلوبة لإجراء الفحوصات وإعطاء الأدوية وكل العلاجات اللازمة للمرضى. نعم. حاليا نحن يعني نركز الجهد على البقايا، لأن هناك أسرة محدودة في المستشفيات لإعطاء العلاج بالتنفس الاصطناعي والعناية المركزة للمصابين بالكورونا. أنا أقول أنه نحن لا نريد أن يكون هناك ازدحام شديد في المستشفيات. نعم. نحن نريد كما يقال أن نحصل على المرضى بالتقسيط، يعني نحاول أن نؤجل أعداد الإصابات، وذلك عن طريق إبعاد الناس عن بعضها البعض والحظر حظر التجول إلى الأشياء الطارئة وللعمل وللأشياء الطبية. نعم، لكي تتمكن المستشفيات من استقبالهم. دكتور رامي، نحن أيضا اقتربنا من شهر رمضان الفضيل وهناك تخوفات من انتشار المرض، الناس يتخوفون أن هذا الشهر سينتشر فيه المرض أكثر، هل تشاركهم هذا التخوف؟ أنا أعتقد أن لا فرق يعني بين رمضان وغيره من الأشهر، لأن صلاة التراويح مثلا والصلاة في المسجد منذ الآن مغلقة، يعني إذا كانت صلوات الجمعة لا تقام فمن المفهوم ضمنا أن صلاة التراويح أيضا لن تقام. ونحن رأينا استجابة جيدة جدا من أئمة المساجد ورجال الدين والمشايخ، لا أعتقد أن هناك سيكون يعني صعوبة أكبر. طيب، ما هي السيناريوهات المترقبة للأيام القادمة؟ هناك من يقول ربما سنصل إلى 10,000 مصاب، ربما سنصل لا أعلم إلى ما هي عدد الأرقام. ما هي السيناريوهات المرتقبة التي تعتقد أن وزارة الصحة توقعتها ربما؟ من الصعب جدا التوقع في هذه الحالة. يعني هناك ثلاث إمكانيات. هناك إمكانية أن يحصل لدينا السيناريو الأفضل، هو أن نستطيع السيطرة على الوباء كما حصل في الصين مؤخرا، وكما يحصل أيضا في اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. وذلك طبعا ضروري جدا لأن يحدث ذلك هو التزام جميع المواطنين بتعليمات الوزارة. قد يكون هناك تفشي مرض أوسع على نطاق كما يحصل في إيطاليا وإسبانيا، وقد يكون أسوأ من ذلك أيضا أن يبقى معنا فيروس الكورونا إلى السنة القادمة، إلى فصل الشتاء القادم، وكل سنة سيكون معنا إنفلونزا زائد كورونا. يعني أنت تقول أن رحلة التغلب على المرض باتت طويلة جدا، الانحسار ليس قريبا؟ لا أعتقد، يعني عندنا على الأقل أسابيع عديدة أو أشهر لتتوضح الصورة كما يجب. كل فيروس جديد دخل إلى العالم الذي كله اليوم قرية صغيرة بسبب الطيران والتواصل بين الدول، كل فيروس جديد دخل، مثلا نأخذ على سبيل المثال إنفلونزا الخنازير أو ما يسمى H1N1 بالاسم العلمي، منذ أن دخل في سنة 2010 إلى البلاد، وهو كل سنة يلازمنا في فصل الشتاء، وأصبح إنفلونزا موسمية. فهذا عادة ما يحصل، ولكن كل هذه الجهود نحن نريد أن نؤجل إصابة الناس، وذلك إلى حين توفر تطعيم الذي يتم يعني العمل عليه على قدم وساق، وهذا سيكون إن شاء الله الحل الأمثل. يعني نأمل أن يتوصلوا إلى هذا التطعيم بأقرب وقت ممكن. شكرا جزيلا لك دكتور رامي غريفات، المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، شكرا لك.
في إعلان واحد ضاعف رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي عدد الأشخاص في العالم الذين تم وضعهم تحت الحجر الصحي لتجنب انتشار فيروس كورونا. وبحسب وكالة فرانس بريس فإن هذا القرار الصارم تجاه 1.3 مليون شخص في البلاد بالبقاء في منازلهم يجعل العدد العالمي للأشخاص تحت الإغلاق إلى حوالي 2.6 مليون شخص، أي ثلث عدد السكان. وهذا العدد أكثر من البشر الذين كانوا على قيد الحياة إبان الحرب العالمية الثانية، وفي وقت يعزل فيه مئات الملايين من الناس حول العالم أنفسهم داخل منازلهم تحاشيا للإصابة بفيروس كورونا، يحذر خبراء من إمكانية ارتفاع حالات العنف المنزلي. ازدياد ملحوظ بنسبة التبليغ عن العنف الأسري والجنسي في الآونة الأخيرة، هذا ما أظهرته آخر التقارير والأبحاث عقب البدء بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الكورونا، وأبرزها الحجر المنزلي وفرض المزيد من القيود على الحركة والتنقل. وجودنا في عزل منزلي 24 ساعة بدون القدرة على العمل، بدون القدرة أن نشوف الأفق أو المعرفة شو راح يصير معنا إن كان صحيا واقتصاديا واجتماعيا، عم بيؤدي أن الناس عم بتكون جدا جدا مضغوطة. هذا الأمر للأسف بيؤدي لكتير عنف، وبالأخص عنف اتجاه الضعيف، وفي مجتمعنا للأسف الضعيف هو المرأة، هي السيدات والأولاد الصغار. فعشان هيك حسب بيان الشرطة الأخير إنه في تزايد بعدد الشكاوي بكل ما يتعلق بالعنف الأسري. عشان هيك لازم يكون في مداركة سريعة للسلطات وللجمعيات الأهلية بكل ما يتعلق بالعنف الأسري، عشان الأمر راح يزيد سوءا مع مدى تفشي فيروس الكورونا والخطوات الصارمة اللي الدول عم تاخدها. كما تسبب الحجر الصحي داخل البيوت خلال فترة تفشي كورونا بازدياد ظواهر العنف بين الأزواج بشكل يدعو للقلق، حيث تضاعفت أعداد النساء اللواتي توجهن إلى خطوط الطوارئ 3 مرات عن السابق. إحنا في الجمعيات النسوية عم نلاحظ توجهات أكبر وأكبر من يوم ليوم في ظل أزمة الكورونا من النساء اللي بيطلبوا مساعدة. المساعدات الأساسية أو الأولية اللي بلشت تتوجه لمركز الحقوق على الأقل في جمعية نعم كانت في موضوع العمل والبطالة وكل ما يخص التأمين والحقوق الاقتصادية خلينا نسميها. مع الوقت صرنا نلاحظ كمان أنه في توجهات لنساء معنفات أكثر عن طريق الفيسبوك والواتساب والرسائل لنساء اللي هنا عملية موجودات بالحجر الصحي بظل اللي بيصير هون بالبلاد. فترة ليست بالهينة تمر علينا جميعا، حيث يتغلغل الخوف إلى داخلنا وننغلق على أنفسنا محاولين خلق مكان هادئ نلجأ إليه، واقع قد يؤدي إلى تدهور في العلاقات داخل العائلة الواحدة، يتطلب صبرا وتعاونا بين أبناء البيت الواحد والتوصل إلى تفاهمات وعدم الخجل باستشارة مختصين بهدف تمرير هذه الفترة الحرجة بأقل أضرار ممكنة. وننتقل مباشرة إلى بروفيسور خولة أبو بكر، باحثة ومحاضرة في أكاديمية قاسمي ورئيس جمعية العلاج الزوجي والأسري للمعالجين الفلسطينيين في إسرائيل. أهلا وسهلا بك بروفيسور. أهلا بك أستاذ مرام. نعم، يعني حسب بيان الشرطة كما تم ذكره في التقرير هناك مؤشرات تقول أن عدد الشكاوى جراء العنف تزايد، ما رأيك في زمن الكورونا؟ طبعا كل فترة أزمة وطوارئ هي فترة اللي بتزيد التوتر. الناس عادة في عندها ردود فعل مختلفة للتوتر. الفترات هاي أو بتخلي علاقات كانت شائكة تتبلور، وساعتها الناس بتعمل أولوياتها وبتعرف كيف ترتب العلاقات بشكل جيد وتسوي الخلافات السابقة، أو إنه الأزمة بتخلي العلاقات اللي كانت شائكة إنها هي تتفسخ، وممكن إنه في بعض الزوجات اللي كانوا سابقا معنفات بيحسوا إنه هلا في ضغط جديد، وساعتها الضغط العادي المؤسف اللي كانوا عايشاته ما بدهن إنه هني يتحملوا أكتر، فهني عم بتوجهوا أكتر للعلاج أو للشرطة. بس أنا بدي أحكي إنه كمان يعني لما بنحكي عن عنف أسري بنحكي عن عنف والدين تجاه أولادهم، وبنحكي إنه أحياناً الناس اللي ما بتعرفش كيف تتناول الأزمات
وما كانتش سابقا عنيفة بتصير عنيفة. والعنف هو كل أنواع العنف، كمان الكلام، كمان الحديث في طريقة متوترة مع الآخر، طبعا العنف الجسدي، العنف الجنسي اللي ممكن انه ما كانش مكتشف وهلا الكثافه تبعت وجود الاسره مع بعضها يكتشف، والعنف الاقتصادي. نعم. بدي احكي عن شغلتين اذا سمحت لي، كيف احنا بنقدر نتفادى من الضغوطات وجود عنف في أسر ما كانتش عنيفة سابقاً، وشو نعمل في حالة إنه الأسر اللي كانت عنيفة وهلأ العنف عم بيزيد. فيعني أنت شوفي إيش بدك أنا نبدأ. يعني كان سؤالي لإلك هلأ إنه في عائلات فعلاً لأول مرة بتبلغ عن وجود حالة عنف عندها في المنزل، فبماذا تنصحيهم خاصة في ظل هذا الحجر المنزلي وتفشي الفيروس وهذا التوتر الموجود؟ يعني هذا الفيروس أثار حالة من الذعر في أوساط العائلات. كتير مهم إنه الأسرة تشعر في الأمان في وضع مبهم اللي ولا حدا فينا بيعرف كيف بده ينتهي. فمنيح الأسر إن هي تعمل برنامجين أو ثلاثة برنامج إذا هذا الوضع بينتهي بخمس أسابيع مثلاً، أو إذا بينتهي بثمان أسابيع، أو إذا بينتهي بعد 12 أسبوع. الشعور إنه في برنامج، في خطة، وهي الخطة بتشمل عمل لكل واحد من أفراد الأسرة، دراسي لكل واحد من أفراد الأسرة، يكون في تطوير مواهب لكل واحد من أفراد الأسرة، وقت خاص لكل واحد، وقت أسري اللي فيه العيلة بتعمل أشياء مع بعض، ووقت اللي الأسرة بتنظف وبترتب وبتطبخ وبتحضر لتاني يوم. هذا البرنامج بيجعل كل واحد فيهم حاسس إنه في إشي مفيد وفي روتين اللي هو بيتبعه. كمان كتير مهم إنه يكون في وقت خاص للزوجين، ووقت خاص لكل واحد من الأولاد، ووقت عام، والأسرة تقرر إنه في حيز خاص وفي حيز عام، في محل اللي الكل بيلتقوا فيه، وفي محلات اللي بس واحد بيكون فيه مثلا إذا الأولاد عم بدرسوا عن بعد. فيعني كونهم بالبيت هذا ما بيقول إنه أخ بيقدر يزعج أو والدي بتقدر تطلب من ابن إنه يعمل مهمة بيتية. كمان كتير مهم إنه الأسرة تعرف إنه لازم يبدوا يرتبوا العلاقات السابقة من جديد، يعني يطلبوا من بعض زي ما في برنامج جديد في برنامج تعامل جديد، إنه مثلاً اللي كان يحكي بعصبية أو بصراخ يطلبوا إنه هو يلاقي طرق كيف يشتغل على حاله. وكمان بدي هقول إنه بهاي الفترة كل حدا اللي بده إنه يغير طبع، في كتير مؤسسات وكتير جمعيات وكتير معالجين اللي هن اليوم عم بيشتغلوا تطوعا، فمنهن مثلا الجمعية اللي أنا رئيستها، يعني وبقدروا الجمهور يفوت على موقع الجمعية أو على الفيسبوك تبع الجمعية ويطلب مساعدة، والمعالجات بيقدموا المساعدة مجانا. وفي تقريبا في كل بلد اليوم أعلنوا عن دعم نفسي مجاني تابع للبلد. فالأسر العادية عشان ما تفوت في ضغط وتوتر بالضرورة أنه يكون في برنامج. كمان بالضرورة أنه الزوجين يلاقوا وقت ثابت كل يوم يقعدوا فيه مع بعض. هذه القعدة هن لحالة لازم يكونوا فيها، وهن يقولوا إيش كان جيد خلال النهار وإيش كان سيء خلال يعني النهار. يعني يعملوا جلسة تقييمية، أفهم منك، يجلسوا مع بعض ويعملوا جلسة تقييمية، جلسة محادثة. جلسة محادثة كل واحد في إلها هدفين هاي الجلسة. أولاً أنه كل واحد يقول كمان إيش كان جيد في الإدارة الوالدية وإيش كان سيء وشو كان بتوقع، فهذا فيه مشاركة. الهدف الثاني إنه يكون في حلول مشتركة. فالتنين كل إشي يعني كل واحد عرضه لازم التنين يلاقوا له حل. فممكن الحل هذا لازم يكون عملي ولازم يكون لصالح الأسرة مش لصالح واحد من التنين. نعم. كتير مهم إنه التنين يعرفوا إنه الحلول هاي لازم تكون مقبولة على التنين، وإذا التنين ما لقوا هذا الحل بهذاك النهار فممكن إنه يضلن نعم. يفكروا في حل عملي وتاني يوم يقترحوا حل، ولكن ممنوع إنه يكون في عندهم
مشاعر سلبية تجاه بعض أو تجاه حدا من الأولاد. بروفيسور خولة، إحنا بنتمنى إنه نصائحك تكون وصلت لمشاهدينا، وهذا الحديث لا يمل منه. شكرا جزيلا لك بروفيسور خولة أبو بكر، شكرا لك. ما يزال فيروس كورونا يتفشى في مختلف دول العالم، حيث اقتربت عدد الإصابات من نصف مليون شخص وتجاوز عدد الوفيات حاجز 20,000، فيما تعافى من المرضى 115,000 شخص. وخبير أمريكي يحذر من أن كوفيد-19 قد يعود في دورات موسمية. تحديثات جديدة تظهر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد اقترب من نحو نصف مليون حالة حول العالم، وهي معطيات تثبت الرعب وتفرض على نحو ثلث سكان العالم التزام منازلهم خوفا من تفشي أكبر للوباء الذي أصاب مئات الآلاف. وتستمر الصين بتصدر أكبر عدد حالات إصابة بالوباء، ثم تليها إيطاليا. وبالرغم من تسجيل أكثر من 81,000 إصابة بالصين، وهو ما يفوق المسجل في إيطاليا، تتجاوز أعداد الوفيات بإيطاليا ضعفي المسجل بالصين، وهي أكثر من 7,000 مقابل أكثر من 3,000. وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة ينتشر فيها الوباء، حيث وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 68,000 حالة وأكثر من 1,000 حالة وفاة. وفي إسبانيا تم تسجيل 655 وفاة جديدة في يوم واحد، فيما ارتفع عدد الوفيات في إيران إلى أكثر من 2,000، وعدد الإصابات في ألمانيا تخطى 36,000. هذا وسجلت مختلف الدول العربية إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا، واتخذت عدد منها المزيد من الإجراءات للحد من انتشاره، أهمها بدء حظر التجول وتقييد الحركة للمواطنين ومنع التقارب فيما بينهم. وتحاول دول العالم المختلفة العمل على إيجاد بدائل لمحاولة علاج أكبر عدد ممكن من المصابين في ظل عدم توفر لقاح للقضاء على وباء كورونا الذي يتفشى بمختلف دول العالم. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ولاية بادن فوتنبرغ في ألمانيا دكتور علاء لهواني. أهلا وسهلا بك دكتور علاء. دكتور علاء، يعني إذا ما كنا سنتحدث عن ألمانيا وهي موجودة في القارة العجوز بؤرة تفشي المرض والوباء العالمي كورونا، لكن ألمانيا أظهرت أن نسبة أو عدد الوفيات منخفض جدا مقارنة بالدول الأوروبية، ما السبب وراء ذلك؟ مساء الخير لك، مساء الخير لكل الأهل في الوطن الحبيب. لسؤالك هناك سببين رئيسيين. السبب الأول هو جهوزية جهاز الصحة في ألمانيا. على مدار أعوام جهاز الصحة في ألمانيا هو جهاز قوي، جهاز متين، يعني لم ينتظر اللحظة أو لم ينتظر أي وباء أو أي أزمة حتى يبرهن أنه جهاز قوي وجهاز متين. السبب الثاني وهو سبب برضه رئيسي ومهم هو وعي الشعب الألماني. يعني الشعب الألماني اتعلم من نظيره الإيطالي وتلقن الدرس بشكل جيد. الشعب الألماني قال إنه إما إحنا بنقع في أزمة وفي ورطة مثل إيطاليا أو بنكون على أتم الجهوزية وعلى أتم الاستعدادية وبيكون عنا المسؤولية الكافية حتى نلتزم الحجر الصحي ونبتعد عن وباء الكورونا. الخطوات التي اتخذتها الحكومة الألمانية؟ يعني
هناك كان تنسيق تام بين الحكومة الألمانية وجهاز الصحة الألماني. إذا استمعنا إلى خطاب الرئيس ميركل في الآونة الأخيرة، رئيس ميركل قالت: من الحرب العالمية الثانية لم يواجهنا خطر ولم يواجهنا مسؤوليات مثل وباء كورونا اليوم. هناك عدة إجراءات قامت بها الحكومة بالتعاون مع جهاز الصحة الألماني. يعني على سبيل المثال في المشافي أو في المشفى التي أنا أعمل بها. نعم. في المشفى التي أعمل بها قامت المشفى بنقل طب الشيخوخة وطب النساء وطب الأطفال وكل المرضى الذين يتعرضون أو الذين معرضين لانتقال المرض بشكل سريع. قام جهاز الصحة بنقلهم في مستشفى خصوصي، مستشفى خاص. هذا المستشفى يمنع به إدخال أي طرف من خارج المشفى، يعني ممنوع الزيارة لهذه المشفى وممنوع استقبال مرضى أخرى إلا للتأكد 100% أن المريض أو الذي سيدخل المشفى لا يحمل مرض كورونا. هذه إحدى الإجراءات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى على مستوى يعني مستوى دولي قامت في هذه الإجراءات، مثل الإجراءات الاحترازية، الالتزام البيت وما إلى ذلك. نعم، نحن نعلم أنك من عرابة البطوف، من هنا من الداخل. هل تتطمن أو تطمئن على الأهل في عرابة البطوف؟ بطبيعة الحال نعم، يعني الأهل هن على رأس سلم أولوياتنا في كل أي طبيب على رأس سلم أولوياته الأهل. يعني نحن نقدم النصائح، نحن نرشد الأهل وجميع أريد الأهل. أن أتأكد أنك تنقل لهم النموذج الألماني لكي يقتدوا به. النموذج الألماني أو هذا السؤال جدا مهم. النموذج الألماني لا يجب أن ينقل فقط للأهل، لجميع السكان في البلاد. النموذج الألماني هو نموذج مهم يجب أن يحتدى به. يعني النموذج الألماني هو نموذج عالمي سباق خلاق. النموذج الألماني سبق العالم في محاربة مرض كورونا. في ألمانيا هناك مستشفيات عديدة، هناك أكثر من مشفى. يعني في المشفى التي أنا أقوم بمهنتي في العمل بها، هناك حوالي على 90 كيلومتر مربع هناك 21 مشفى. في البلاد، في كل البلاد أو من 30 سنة في البلاد، لم تقم إسرائيل ولم تقم الحكومات ووزارة الصحة بإسرائيل ببناء مستشفى أو مستوصف صحي واحد. هذا دليل قاطع على أن بعد الأزمة، نحن ندرك تماما أننا سنمر الأزمة، بعد الأزمة يجب على كل البلدان اتخاذ والتصرف مثل ما تصرفت ألمانيا، بناء مستشفيات ومراكز صحية. نعم. لكي عندما نصل إلى هذه المرحلة نكون جاهزين كل الجهوزية. في البلاد عامة، في 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 إسرائيل، المصائب والكارثة هي تحصيل حاصل لما أجرمت به الحكومة الإسرائيلية. نعم. وجهاز الصحة بالبلاد. الصحة هي على رأس سلم أولويات أي شعب متطور في العالم، لذلك يجب أن النموذج الألماني كما أسرفت هو نموذج سباق وخلاق، يجب أن ونموذج يحتذى به. نعم، شكرا. نعم. لك جزيل الشكر دكتور علاء لهواني، كنت معنا من ألمانيا. تحياتي لكم جميعا. وإلى الملف السياسي، حيث طلب رئيس حزب يش أتيد المنضوي تحت تحالف كحول لافان الانفصال عنه، فيما تشير التقارير إلى تواصل رئيس التحالف بيني جانس لاتفاق أولي مع رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة. تطورات دراماتيكية على الساحة السياسية الإسرائيلية بعدما نجح رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو في تفكيك تحالف كحول لافان، تمهيدا لانضمام جانتس رئيس التحالف إلى حكومة برئاسة نتنياهو، مقابل انفصال حزب يش عتيد وحوثن لإسرائيل عن تحالف جانتس وانضمامهما للمعارضة. تسارع في التطورات السياسية في إسرائيل، ويبدو أن التوقيع على تشكيل حكومة وحدة بات قاب قوسين أو أدنى، فيها سيكون بيني جانتس وزيرا للخارجية وجابي أشكينازي وزيرا للأمن. احنا صوتنا ضد تعيين
جانس رئيس الحكومة، لأن هذا جزء من عمليا حكومة الوحدة الوطنية، هذا شرط أساسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإحنا ضد حكومة وحدة وطنية وسنكون معارضة لنحافظ على مطلب ومطالب وحقوق أبناء شعبنا. تطورات دراماتيكية على الساحة السياسية الإسرائيلية بعدما نجح رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو في تفكيك تحالف كحول لافان تمهيدا لانضمام غانتس رئيس التحالف إلى حكومة برئاسة نتنياهو مقابل انفصال حزب يش عتيد وحاسن لإسرائيل عن تحالف غانتس وانضمامهما للمعارضة. أعداء الأمس أضحوا أصدقاء اليوم، هذا هو حال لسان غانتس الذي لقي الدعم من أعضاء الليكود في الترشح لرئاسة الكنيست في الوقت الذي قاطع يائير لبيد وأعضاء حزبه يش عتيد هذه الجلسة، ويستعدون بعد 3 جولات انتخابية للجلوس في صفوف المعارضة. إذا ننتقل إلى مراسلتنا من القدس رماح مفيد. رماح، الأجواء السياسية كانت محتدمة، كيف تابعت هذه الأجواء؟ نعم، يعني محتدمة ولم تعد ضبابية مريم. يعني نحن اليوم أمام سيناريو واحد ووحيد لشكل الكنيسة الإسرائيلية، نحن أمام حكومة وحدة وطنية، وبهذا يعني اختيار وانتخاب بني غانتس اليوم رئيسا للكنيسة ينهي بهذه الخطوة ما عرف سابقا بمعسكر كحول لبان الذي يعني احتدم لمدة 1.5 عام وشهد 3 معارك انتخابية ينهي طريقه اليوم. وشاهدنا يعني تناقل وسائل الإعلام لترك كل أعضاء ما عرف سابقا ويعود أيضا اليوم للساحة السياسية يش عتيد، هناك مستقبل إلى انسحابهم من المجموعة في التطبيق الواتساب للتواصل بين معسكر كحول لبان سابقا. بني غانتس قال في كلمته في انتخابه اليوم عندما انتخب أن هذا اليوم هو يوم صعب، ليس باليوم السهل، ولكنه يوم مهم من جانبه، يوم يذهب به لتحقيق هدفه. نحن نعرف أن بني غانتس دخل إلى المعترك السياسي وهدفه، الهدف الذي وضعه نصب عينيه، أن يكون رئيسا للكنيست 23 أو الكنيست الجديدة. وأيضا في هذا الاتحاد وفي هذا الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية يعني يرينا من المتضررين. نحن نتحدث عن القائمة المشتركة التي باتت هي من معسكر المعارضة اليوم، نحن نتحدث عن ليبرمان الذي وضع أمام سيناريو صعب جدا، هو راهن ليبرمان عند خروجه من معسكر اليمين واتحاده مع بيني غانتس ويائير لبيد، راهن على قدرة يائير لبيد بالتحكم ببيني غانتس والسيطرة على ما كان يعني أن يأمل أن يصبح معسكر آخر، معسكر المركز اليسار. ولكن اليوم بيني غانتس ضرب بعرض الحائط بهذا بأمال ليبرمان. واليوم يعني بيني غانتس أيضا ينتهك 3 عهود أو 3 اتفاقيات ووعود له للمجتمع الإسرائيلي ولمنتخبيه. أولا أنه لن يعتمد على أصوات القائمة المشتركة وجلس وتفاوض مع أعضاء القائمة المشتركة. ثانيا مريم، يعني بني غانتس وعد بأن لا يذهب إلى حكومة وحدة وطنية، يكون بنيامين نتنياهو رئيسا أولا فيها وذهب إليها، وثالثا وعد بأن يكون رئيس الكنيست القادم بعد يولي أدلشتين أن يكون عضو من يش عتيد، وهو الآن من أصبح رئيسا لهذه الكنيسة. كل هذه الوعود 3 يعني لا أعرف كيف يمكن للنخب الإسرائيلي أن يرجح أو يعول على بني غانتس في الحياة السياسية، لكن على صعيد بني غانتس حقق أهدافه. من الجانب الآخر بنيامين نتنياهو أيضا حقق هدف وربح كبير من تولي بني غانتس لرئاسة الكنيسة، وهو أن لا يتقدم بني غانتس بأي قوانين ضده. نعرف أن يش عتيد كان يصر على تقديم قانون يمنع أي عضو كنيسة من أن يكون رئيسا للحكومة الإسرائيلية في حال قدمت ضده لوائح اتهام، وهذا بشكل خاص هو ضد بنيامين نتنياهو. اليوم أصبح هذا القانون غير متاح ولن يتم تقديمه ضد بنيامين نتنياهو. نعم رماح، وكما ذكرت في التقرير عدو الأمس وصديق اليوم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القدس. وننتقل الآن إلى المحلل السياسي سامي هواري، أهلا وسهلا بك. يعني في ظل كل هذه التطورات السياسية لدينا الكثير من الأسئلة لنطرحها عليك،
هل يمكن القول الآن أن نتنياهو نجح فعلا وبعد 3 جولات انتخابية في شق تحالف كحول لافان؟ بالفعل المنتصر الوحيد في هذه العملية كلها هو بنيامين نتنياهو الذي وصل إلى أهدافه جميعا، يعني بقي على رئاسة الحكومة وتسبب بانقسام حزب كحول لافان، ويعني ممكن أن نقول أيضا أنه أقصى القائمة المشتركة وترك ليبرمان خارج الصف أيضا. نعم، لنفهم الآن المزيد، من في الائتلاف ومن في المعارضة، أين نحن الآن من هذه الحسابات؟ كل يعني كتلة اليمين التي كانت تؤيد بنيامين نتنياهو موجودة ضمن الائتلاف، والقسم الذي ذهب الذي اسمه يعني حوسن لإسرائيل الذي هو الحزب الخاص ببيني جانت أيضا هو ينضم إلى الائتلاف. أما باقي الأحزاب التي كنا نعتبرها كتلة اليسار فقد بقيت في المعارضة، حزب كحول لافان لابيد ويعلون طلباء الانفصال عن بيني جانت وجميع الذين أوصوا عليه لدى رئيس الدولة وجهوا له الانتقادات، مثل القائمة المشتركة، مثل يعني أعضاء كنيست من ميرتس، وأيضا أعضاء يعني أصدقائه في كحول لافان. نعم، كيف يمكن المتوقع قراءة هو أن تقوم كيف يمكن قراءة الصورة المستقبلية لبني جانتس؟ يعني هل سيتذكر الإسرائيليين كل المواقف المتعلقة ببني جانتس أم أن ذاكرة الإسرائيليين قصيرة؟ ذاكرة الإسرائيليين قصيرة، ودائما نقول أن السياسة هي فن الممكن، وأكثر سياسي يعرف كيف يصل إلى أهدافه هو بنيامين نتنياهو. الكثيرون كانوا في مثل موقف جانتس هذا وذهبوا أدراج الرياح. بعد سنة ونصف لا أعتقد بأن الكثيرين سوف يعني يتذكرون ماذا وعدهم به بيني جانتس. بيني جانتس بقي وحيدا، وأعتقد أنه أيضا أصبح أسيرا لدى بنيامين نتنياهو. إذا ما أحب بنيامين نتنياهو بعد سنة ونصف أن يعني يقدم استقالته من الحكومة ويذهب إلى انتخابات جديدة، فليس يعني بيد بيني جانتس أي شيء ليفعله. يعني حلفائه انفضوا عنه وقد بقي وحيدا بين فكي بيبي نتنياهو مثل ما يقولون. دعنا نتحدث الآن عن القائمة المشتركة، ما هي السيناريوهات المتوقعة المتعلقة بالقائمة المشتركة، وهل ستكون القائمة المشتركة في رئاسة المعارضة الإسرائيلية؟ حسب القانون الإسرائيلي والمتعارف عليه في الكنيست ليست يعني القائمة الكبرى أو ليس رئيس القائمة الكبرى هو من سيكون رئيس المعارضة، وإنما عضو الكنيست الذي سوف يحصل على أكبر عدد من الأصوات. ويعني في الوقت الحالي لابيد هو صاحب هذه الحظوظ، أكثر هذه الحظوظ، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن قائمته يعني تعد 18 عضو كنيست، كون يعز هندل واتسفي والعضو الآخر لم ينفصلا عن قائمة بوغي يعلون بعد، فلابيد هو صاحب أكبر هذه الحظوظ في أن يكون رئيس المعارضة في الكنيست. نعم، شكرا لك جزيل الشكر المحلل السياسي سامي الهواري، شكرا لك. إذا وصلنا إلى فقرة السوشيال ميديا وآخر أخبار الشبكة، من منا لم يتفاعل بالخطأ مع أحد الأخبار الكاذبة أو الإشاعات، خاصة تلك المرتبطة بكورونا؟ بهذا الشأن تتعرض فيسبوك هذه الأيام لانتقادات لاستخدامها في نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة، بينما يلعب تويتر الذي يصل عدد مستخدميه بشكل يومي إلى نحو 140 مليون مستخدم دورا مهما في نشر الأنباء العاجلة وروايات شهود العيان. لتفادي موجة النقد السلبي ضدها، أعلنت فيسبوك عن توسيع نطاق برنامج تدقيق الحقائق عبر
جهات خارجية، وهو برنامج موجه لمحاربة الأخبار الزائفة باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات المستقلة المختصة في فرز الأخبار الزائفة من الحقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي. أما إنستغرام المملوكة من قبل فيسبوك فقد صرحت في بيان لها أنها ستزيل أي محتوى أو حسابات ذات صلة بفيروس كورونا المستجد في حال لم تكن تابعة لمنظمات صحية موثوقة. تأتي هذه الخطوات من إنستغرام في أعقاب إعلان تويتر منع المستخدمين من نشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا المستجد، مثل إنكار إرشادات الخبراء وتشجيع العلاجات المزيفة، مشددة بذلك قواعدها التي توصف عادة بأنها متهاونة مع المستخدمين. ننتقل الآن إلى قصة إيجابية، ففي إسبانيا صفق الأطباء لأول ناجية من كورونا في البلاد، خرجت من غرفة العناية المركزة على قيد الحياة، ما منحهم ومنحنا نحن أيضا بعضا من الأمل. الناجية اسمها إيزابيل وعمرها 77 عاما، وبحسب الأطباء فإن جسدها استجاب للعلاج وحارب الفيروس وتمكن منه. الفيديو الذي سنشاهده معا حصد تفاعلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، ومنح الشعب الإسباني شعورا بأن هناك ضوءا في آخر النفق. تابعوا معنا. تحية من بانوراما لكل الطواقم الطبية، جنود خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الوباء. وإلى هنا نصل إلى ختام هذا العدد، ونلقاكم بداية الأسبوع المقبل. كونوا بأمان الله وتمتعوا بصحة جيدة. إلى اللقاء، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وإنستغرام، ويوتيوب. إلى اللقاء.